تنظيم يكون في بالي خير ولا جاك الفترة دي في بداية باش تقدمنا شنو فيه الموتور وشنو هي المميزات نتاعو وشنو دو سيلندر يمشي بخزان ريزرفوار تاع اسونس 25 لتر مع الكاوتش التوربينه نتاع الماء نتاع من الترومبه نتاع الماء ومعها تقدر في البحر اذا كان جيت باش تخدم نقطع الخيط هذايا لازم باش تجي اليد هذيا منحيه القطعه هذيا تجي مريش هذيا تولي كاسحه جمله اوكي عينك ويزانك بس شويه تبدا هي تنخلطوا 4% معناها على الريزرفوار هذاك هو يهز 25 السيركوي نتاع الموتور واصلا حتى الحاجات اللي لازمنا نتبعوا لهم دوما نخدموا الموتور خروج الماء اذا كان سرحناه وكنا متاكدين اللي هي مسرحه ماهيش مسدوده جلولي كانت المحليه راجعه بالنظر هي في خدمة كل البحارة لا 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 هي المعدات الآتية محرك سوزوكي 15 زايدة عدد 4 كيلو عدد 500 قطعة خفاف 80 أنت شكون معاك؟ والله معاكم الزوج لا 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 هذا واحد تزق ما تقدر تزق حتى منها ما شاء الله ما شاء الله هذه باش تخليها عندك بارك سلم على برا سلم عليك سلم عليك يعطيك الصحة